مرحبين نصف نهار وستة دقائق، هذا موعد جديد من استوديو الوطنية من توا حتى الماضي ساعتين غير درجين. شكرا لكم على المتابعة، شكرا على اختياركم استوديو الوطنية، شكرا على المتابعة أيضا على اللايف ستريمينج اللي أمن هنا زاهر بن حميدة كوميونيتي مانجر محمد علي الناصري، رفيق دريدي في الإعداد، في الإخراج اليوم كريم المدب، حميد الورغي في التنسيق. أهلا وسهلا وين ما كنتوا، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكم. مواضيعنا اليوم في متابعة لآخر التطورات والأحداث على الساحة، في عينك على الإدارة مازلنا واصلين في متابعة لملف سور حي التحرير العظيم، السور هذا اللي ما حبتش القصة نتاعو توفى 3 أيام، وإحنا نحاولوا نشوفوا هالحلول بين من قرر والمصادر الرسمية اللي هي ما قررتش، ما شكون قرر تفاصيل اليوم نفهموها ونزيد ونسكر هالموضوع هذا في ملفنا بعد شوية. في عينك على الإدارة مع فيصل الشابو في ساعتنا الأولى، عودة على غلق ملهى ليلي بيجمرت، هل هو غلق مؤقت؟ هل هو تنفيذ لقرار ترتيبي سابق؟ أم كما يتم الترويج ليه؟ هل هذا في إطار حملة التصدي ومكافحة المخدرات؟ تفاصيل بعد شوية. مشكورة وزارة الداخلية توضح لنا عبر النطق الرسمي للأمن الوطني العميد عماد مماشة. في متابعة أيضا لبيان وبلاغ وزارة العدل اللي اصدر في الويكاند، هل نجمنا اليوم نوليو نحكيو على إمكانية إصدار بطاقة جلب دولية في حق أو في علاقة بمحتويات مخل اليوم ببعض الحسابات على شبكة تيك توك اللي عامل جدل كبير؟ ينضم لنا بعد شوية الرئيس فريد بن شحا، نفهم منه التفاصيل البيان هذا وعليش اصدر بالأساس. في ساعتنا الثانية يضيف الانترفيو اليوم رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان، أهلا وسهلا بسال ترجمان، مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بكافة متابعي الإذاعة الوطنية، مرحبا برفيق، مرحبا بفيصل. اليوم عندنا برشا حاجات مهمة. مرحبا بسال ترجمان، خلينا نسلم على رفيق، أهلا وسهلا، تحياتي رفيق. مرحبا زينة، مرحبا باسل، اكيد في فورمه، حتى باسل زاد في فورمه كما قلنا، يدخل طول يدخل في صلب الموضوع طول، نخش في الموضوع على طول. ايوه باسل كالعاده، تحياتي مجددا. بعد شويه ينضم لنا النطق الرسمي للنيابه العموميه بمحاكم المنستير والمهديه الرئيس فريد بن شحاب. باسل قبل ما ندخل في الموضوع، البيان نتاع وزاره العدل هل جاء في وقته؟ هل تفاجأت به؟ كيفاش استقبلت هالبيان؟ يعني أولا والله أسعدني البيان، رغم أنه أنا أعتبره أنه جاء متأخر شوية، أما الشخص كان جاء من قبل، على خاطر قاعدين نشوفه في مستوى لا يصدق من تدني للقيم وسقوط أخلاقي غير مسبوق، نشوفه في حاجات ما يصدقهاش عقل، نشوفه في دعوات بكل وقاحة سمحني في الكلمة، يعني لممارسات لا يرتضيها عقل، نشوفه عبارة خاصة وقت تفتح هذاك ما يسمى في الفيديو تشات وتشوفهم كيفاش يحكوا مع بعضهم والمواضيع اللي تتطرح. نجم نسألك وجاوبني بعد الفاصل، هل نجم نمشيو أيضا في زاوية تيك توك وغيره فضاءات خاصة ربما فضاءات عبثية ومن العبث نضيعوا وقتنا وقت الدولة فيها؟ جاوبني بعد ما نرفع لحضراتكم التوقيت، أذان الظهر توا بتوقيت تونس وما جوارها. راجعين مواصلين في الاستوديو الوطنية. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا محمد رسول الله، حي على الصلاة،
حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. استوديو الوطنية، فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة الزيدي. قبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. هذا استوديو الوطنية، كنا نرفع لحضراتكم أذان الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، وقبل الأذان كنا نحكي على آخر التطورات في علاقة ببيان وزارة العدل، في علاقة أيضا بحملة تحدثت عنها وزارة المالية الداخلية، تعطينا التفاصيل، ورئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان ضيفنا الساعة الثانية في الانترفيو. جواز بيومتري وغير، وسي رفيق، بطاقة بيومترية، تونس رسميا تدخل في استعمال أو تعتمد جواز سفر وبطاقة تعريف بيومترية. هي تونس زينة في خطى الحقيقة حثيثة في المسار هذا، اللي هو مسار زادة دولي انخرطت فيه معناها برشا دول، وتونس هي في يمكن مراحل أخيرة في المسار هذا في علاقة ببطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري. فأحنا باش يكون معنا الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد عماد مماشة، هو الحقيقة كان هذا زينة من بين المحاور اللي كنا باش نتحدثوا فيها مع العميد، هو كذلك، لكن خيرنا كونه يكون اليوم بطبيعة على خاطر عن عدة تفاصيل وعن الجديد ناخذوه مع العميد. عميد أهلا وسهلا، تحياتي، مرحبا سي عماد مماشة على موجات الإذاعة الوطنية. زينة مرحبا بكم جميع الفريق العامل ومستمعين الإذاعة الوطنية، تحياتي مجددا. عميد، نبدأ معك قبل ما نحكيه على البطاقة وجواز البيومتري. عميد، في 24 ساعة الأخيرة كثرت برشا أخبار، خاصة في علاقة بغلق إحدى المحلات أو ملاهي ملها ليلي بيجامارت. هل هذا غلق وقتي؟ هل هو قرار ترتيبي أم كما يشاع في علاقة بحملة مكافحة المخدرات؟ منك نعرف المعلومة الأكيدة. عميد، هو قرار ترتيبي، قرارات قديمة بالنسبة لي نحن، وقع التنفيذ نتاعها ماهيش مربوطة بموضوع المخدرات. أيوة. نظرا لي كان ثم موضوع تاع مخدرات، أنا كانت خلصني للإدارة عامة من الوطني نعطيكم أكثر بيانات. طبعا أجهزتنا قاعدة تخدم، لكن الموضوع تاع الغلق ذاك هو مربوط بقرارات ترتيبية. يعني ما عنده حتى علاقة كما يشاع وكما يتم الترويج له في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض المواقع اللي ذهبت، وأنه هذه حملة مفتوحة اليوم على الملاهي الليلية بجمرت في علاقة بمكافحة المخدرات، وعلى أساس أنه تم ضبط كميات من المخدرات في الملاهي دي، فذلك علاش تم اتخاذ قرار بغلق. نعم، لا لا، ذيك قرارات ترتيبية فقط، مش مربوطة بموضوع مكافحة المخدرات، ذيك خدمة وحدها. ولو يثبت تورط نتاع اي محل في الحكايات نتاع ترويج المخدرات باش نخدموا القانون فوق الجميع. نعم، شكرا عميد. نواصل معك في علاقه بجواز والبطاقه البيومتريه، اهم التفاصيل والمواضيع اليوم اللي تقدمت فيها وزاره الداخليه في هذا الاطار. باهي، تعطيني حيز بعد اذنك. تفضل، من تفضل، عندك الوقت. باش نعطوك المشروع باش تفهم الخيان انه ثم موضوع الجواز السفر البيومتري وكذلك بطاقة التعريف البيومترية. تفضل. هي من المشاريع الوطنية الرائدة، يعني على أساس لخيان يقول لك العالم يستعملوها مثالش. هاو جاء الوقت اللي احنا بيدنا حسب التشريع، خاطر ما نخدموش خدمة إلا بالتشريع والقانون. اللي هو
تمت المصادقة على المشروعين هذوما من قبل مجلس النواب بتاريخ 6 مارس 2024 صحيح. وصدور القانون الأساسي عدد 22 و23 لسنة 2024 في 11 مارس 2024 هذا الغطاء القانوني. نعم. خلنا نعطيك أهمية المشروع علاش نحبه ونمشو نبدلوا جواز السفر نتاعنا ونبدلوا بطاقة تعريف. هو المشروع هذا يتماشى مع المعايير الدولية لوثائق الهوية. صحيح. الخيام اللي قاعدين يسافروا زينا البرة يشوفوا انه فما اماكن مخصصه نتاع انه بالباسبور ما يقابلك حتى حد تحطوا ديراكت فما تقنيه معينه تتعدى حتى روح. في التسجيل في المطارات ما تقعدش يشد الصف باش تسجل. نحكي لك انا في فعلا. التسجيل وفي كل شيء يعني فما بوابه خاصه بالجوازات البيومتريه. نعم. كيف هو يحترم الضمانات الدستوريه المتعلقه بالحقوق والحريات. وهذا علاش خاطر حتى الهويه نتاع السيد ما عادش نحطوا المهنه نتاعو باش ما يبداش فما كما نقولوا الميز ما بين عامل يومي او موظف في 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 بلاصه او رجل اعمال. وهذه من الحاجات يضمن كذلك حمايه المعطيات الشخصيه. ما عادش خاطر بالبيس هذيك اللي باش تبدا موجوده المعطيات الشخصيه نتاع البشر هي موجوده لداخل ماهيش لبرا، يعني فما حاجه ظاهره فما حاجه في 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 الباطن. كذلك يستجيب للمطالبات التقنيه والامنيه والاداريه في ظل التطور الرقمي. خلي المواطن يزيد يفهم من عندنا حاجه اللي هو يقول لك باهي وين وصلنا تو؟ ما هذا هو السؤال زينا ولا طبعا. وزارة الداخلية بالمصادقة نتاع مجلس النواب على المشروعين بدت بفرق عمل مختص. يعني عندنا تقنيين ومهندسين بدو يخدموا في الخدمة دي. نفس الشيء الفرقة دي تعمل على إتمام. طبعا علاش هو ما نقولوش متعطل لكن ياخذ في وقته على أساس أنه إتمام متطلبات فنية وإجرائية وتنظيمية. يعني متطلبات فنية ثم حاجات خصوصية فاهم في البطاقة التعريف والجواز لازم يتحطوا إجرائية وتنظيمية زادة كيف وعلى الأقل وصلنا فريتك تو نقول 60-70% من تقدم في الإنجاز المشروعين. يعني ليطمئن الأخيان الكل إن شاء الله بمشيئة الله وخدمة الرجال والنساء اللي موجودة أنه إن شاء الله في السداسي الثاني يعني ل 2025 ان شاء الله يشوف النور ما نتعطلوش. نعم. بالنسبه لنا احنا كان بعد اذنك عندك سؤال اخر تفضل زينة. تفضل فقط عميد في نفس الاطار دونك المعلومات هذه اللي باش تكون موجوده في البطاقه او الجواز اللي هي البصمه طبعا الصوره الفوتوغرافيه في جواز السفر البيومتري وغيره هذا ما باش يكونوا مخزنين لدى مصالح وزاره الداخليه في اداره المركزيه للاعلاميه هك بطبيعة اللي هي قاعدة البيانات تسمى قاعدة البيانات اللي هي تبدأ عنده وزارة الداخلية كيف البطاقة التعريف تو اللي موجود ولا جواز السفر ما تغير حتى شيء. يعني بالنسبة لنا احنا باش نفسر لك جواز السفر البيومتري ولا البطاقة التعريف البيومترية أول حاجة فيها شريحة إلكترونية. الشريحة الإلكترونية هذيك تتعرف على الهوية يعني باش تشوف بطبيعة التقنيات يعني تنجم بها. والبطاقة التعريف راهي ماهيش كيف البطاقة التعريف فقط باش تكون متعددة الاستعمالات بكشريحة إلكترونية مثلا يعني باش تولي باش نعطيك عاد باش تولي الرقمنة في الإدارة الكل يعني باش يمشي يطلع وثيقة ولا حاجة بالبطاقة التعريف نتاعك ما عادش يقول لك تصويرة مش تصويرة كذا تحطها على تسكانيها تقرأها آليا وعلى ضوء هي تتخدم الخدمة ذيك باش تولي بالسكان يعني ما عادش اي ديريكت ديريكت ما فيها شريحة ريكونيسونس معناها أوتوماتيك بالشريحة التعرف الآلي موجودة صحيح معناها باش تكون عندك اللاكتور اوتوماتيك قارئ الي جوستومون بالطبيعه قارئ الي علاش قلت لك احنا هي توا استخدام البطاقه يعني سواء ما نشرك على الجواز سفر نحكي على البطاقه ساعه توا في الخدمات الرقميه خاطر الاداره كلها باش تدخل في الديجيتال يعني في البطاقه كلها رقمنه الاداره نعم رقمنه الاداره هذاك علاش رانا احنا قاعدين نقروا في حاجه باش تولي هذيك عندها برشا استعمالات بالطبيعه تتضبط علاش قلت لك انا زينه راه فما اجراءات تنظيميه وترتيبيه لازمها تتخدم زاده يعني في تفاعل مع البطاقه الرقميه ويظهر لي باش تولي بالصلاحيه سيد العميد مضبوطه بصلاحيه بطاقه التعريف يعني ما عادش كيما قبل فيها تاريخ اصدار فقط يعني باش تولي زاده تاريخ اصدار وتاريخ صلاحيه بالطبيعه هي زاده كيف علاش قلت لك سامحوني راه هذا ديتاي يدخل في انه هالاجراءات علاش قلت لك هي متعطله شويه يعني نستنوا فيها فما امور فنيه وتنظيميه نفس الشيء علاش خاطر باش نقول للخيان يقول لك احنا كانت عندنا البطاقه التعريف نتاعنا الباسبور هنا امورنا واضحه لا فما معايير دوليه اللي هي فما توصيات ومعايير دوليه تطلب من الدول انها بطبيعه تدخل في الجواز السفر البيومتري ولا تعرف البيومتري خاطر كان بعض الدول ما تدخلش تلقى مشاكل ربما بالنسبه للمواطنين اللي يستعملوا في جواز السفر نتاعهم فما دي ديدلاين
هي هي لا شوف تدلاين وي لكن زاد مربوطه بامكانيات يعني الدوله بما يتماشى مع النسق العالمي باوبليغاسيون لازم نبدل كان هي زاد نفس الشيء التكنولوجيا والتطور احنا هاك تشوف كي تمشي تسافر لاي دوله ولا الناس تخلص بالبورتابل تخلص بشريحه معينه احنا بيدنا كتونس في المرحله دي قاعدين نخدموا على التطورات التكنولوجيه في التحقق من الهويه وما عاد نقلقوا حتى حد والناس علاش ما عاد فهم المهنه باش ما يغزرش واحد الواحد يغزر يقول له مثلا انت عامل يومي واحد خليها الناس كل تولي سواسيه ونفس الشيء فما قلت لك معطيات راي باطنيه يعني انسان ماهوش مطالب باش هويته تبدا كل شيء على برا فما حاجات الداخل بحكم الاستعمال نتاعها سيد العميد هل سيكون جواز السفر بطاقه التعريف البيومتريه الزامي مثلا اللي يجي يبدا عبد كبير في العمر يقول لك انا والله استنست بك البطاقه نتاعي مانيش باش نبدلها هل باش يكون القانون الزامي الناس كل تبدل يا زينه يا زينه شفت انت تسالي في الناس انا فاهمك وانت باش تحب توصل ايش قلت لك انا قلت لك راهو فما اجراءات ترتيبيه أيوة. وتنظيميه وفنيه شفت وقتاش نجاوبك عليها مذومة كي صايب وقت يصدر القرار يرحم والديك المشروع بالنسبه لينا احنا يبدا مكتمل مش فينا نعمله لا مكتمل من جميع النواحي نعطيك يا سيدي مثال شلي كنت السبق باش نقول لك بالنسبه لينا احنا هاوش باش يصير بالضبط أيوة. انا حاجه برك اللي يطمئن المستمعين والمشاهدين ليكم انتم كاذاعه وطنيه راي وزاره الداخليه بالتنسيق مع الاطراف المتداخله تقدمت اشواط كما قلت لك اشواط كبيره برشا في هذه البطاقه التعريف البيومتريه ونفس الشيء جواز السفر البيومتري وحاجه اخرى راهو فما استراتيجيه وطنيه لرقمنه الخدمات الاداريه. اي شفت علاش كيما حكينا استراتيجيه نتاع مكافحه الارهاب نتاع مكافحه العنف في الملاعب فما استراتيجيه نتاع رقمنه الخدمات الاداريه ما نبقوش نرجعوا بالتصحاح وباش كذا كل شيء يولي رقمي. وفي اطار انه باش يولي عندنا جواز بيومتري وبطاقه تعريف بيومتريه دونك القارئ الالي هذا باش يستعملوا الاعوان المختصين كيما الشرطه وايضا الديوانه والحرس بالطبيعه وحتى البلديات زاد المصالح الاداريه اللي يتعامل معها المواطن الاداريه البلديات القباضات شوف ما عادش فيك التعطيل امشي وارجع غدوه فهمت علاش توا احنا توا يعني بالله يزيدني الورقه ذي كل شيء يبدا موجود ومخزن علاش قلت قاعده البيانات باش تكون موجوده بالنسبه لنا احنا في وزاره الداخليه كما موجود توا اما قاعده بيانات فيها مواصفات عالميه وخدمه كبيره برشا نفس الشيء بالله يزينا علاش احنا الاخيان بركه فما مبادئ اساسيه للمشروع هذا مثال خلينا نمر عليه اللي هو التزام بحمايه المعطيات الشخصيه ما تعرفوا كنا في جلسات ماراثونيه مع الاخيان في حمايه المعطيات الشخصيه نتاع الناس نتاع مواطنينا نتاع التوانسه هو الالتزام بحمايه المعطيات الشخصيه ماهيش باش تمشي لا منا كوزاره الداخليه تتعهد بحمايه المعطيات الشخصيه نتاع الافراد نفس الشيء مكافحه التزوير ولينا باش نعملوا بطاقه التعريف البيومتريه وكذلك جواز السفر البيومتري ما عادش تحكي على تدليس ما عادش تحكي على التزوير يعطيك الصحه مركزيه واداره الوثائق مركزيه انتاج الوثائق ما معنى المواطن يقول كيفاش تصير العمليه هو قبول المطالب باش تكون على مستوى المراكز الامنيه سواء امن وطني او حرس وطني وانتاج الوثائق مركزي فهمتيني ولا خاطر قاعده البيانات مش في المستوى المركزي يعني انت تقدم كمواطن المركز كما توا نعملوا باش تمشي تقدم في مركز امن وطني او مركز حرس وطني قدم الوثائق المطلوبه اللي هي باش تعمل كما تشوفي لوخيان تو نعملوا احنا بيدنا ومعكم انتم مع جميع القنوات والاذاعات انه الناس الكل شنو الوثائق المطلوبه يمشي يقدمهم على مستوى المركز لكن انتاج الوثيقه باش يكون مركزي انتاج الوثيقه باش يكون مركزي على مستوى اداره الشرطه الفنيه والعلميه بالنسبه للبطاقه التعريف البيومتريه وبالنسبه لجواز السفر هو على مستوى الاداره عامه للحدود والاجانب نفس الشيء انشاء نظام معلوماتي لاداره انتاج الوثائق يعني باش تولي كل شيء مركزي وفما خدمه تاع نظام معلوماتي لانتاج الوثائق يعني خدمه بالحق هو خاطر تحب لها ميزانيه باهيه والحمد لله مرصوده لها وكذا نفس الشيء اللي كنتي تبسيط الاجراءات يعني فما منصه بلاتفورم وطنيه لتبادل المعلومات ما بين الادارات وما بين حتى مؤسسات ولا بنوك ولا حاجه باش المواطن بالله هيك تاع امشي وارجع غدوه هذا نعاود فيها نعاود هالكلمه باش تولي تسريع الاجراءات في كل شيء يعني هو عنده هذيك راهي تحقق له هذا هو الهدف هذا هو عاد يا زينه ما احنا قاعدين نتكلموا فيها بالنسبه لنا احنا فما 24 شهر للمرحله التحضيريه و 36 شهر لمرحله التعميم يعني كي باش تتعمم فما 36 شهر صحيح مده طويله لكن ما تعرف باش نجم الناس الكل الرقم الاعداد كبير ما نعرفش هو عدد تقريبا التوانسه اللي يملكوا بطاقه تعريف وطنيه معناها يلزم فما وقت يظهر لي باش الناس تدخل في 36 شهر يعني التنفيذ نتاعها في 36 شهر احنا نبدو ان شاء الله في السداسي الثاني
ل 2025 وباش تواصل تاع 36 شهر. هذه الخدمه ان شاء الله على الاقل احنا الرقمنا سواء على مستوى الوطني باش ما عادش يسمع كلمه ترجع غدوه كل شيء رقمي ورقمنا نتاع الاداره. نفس الشيء حتى على مستوى العالمي عندنا مواصفات معينه سواء الجواز السفر نتاعنا العزيز الغالي هذاك ولا البطاقه التعريف نفس الشيء البيومتريه. نبقى على لون الاخضر سيد العميد. بسؤال اش من اخضر؟ لا لحظه سمعت رفيق سال سؤال. اي نبقى على لون الاخضر بالنسبه لجواز السفر مبدئيا. لحظه برك عادي رفيق تو شفت نفس السؤال اللي كانت مكبشه في زينه جاك معناها تاع شنو انا سالتك تكنيكمون هو جاك باللون نصبوا لزوز في نفس السؤال. رجعت انا قلت لك الامور هذه الفنيه حاجه برك باش نعملوا حاجات في الوثائق يعني في الاوراق نتاع الباسبور ان شاء الله في المقترح انه باش نحطوا الباتريمون نتاعنا الموروث باش نحطوا الاماكن كما نقولوا لي مونيمون سامحني المعالم التاريخيه الاثريه المعروفه بهم تونس الشخصيات زاد اللي مرت على تونس وعملت حاجه باهيه هذوما الكل باش نحطوهم في الباسبور باش المواطن التونسي يبدا عزيز يحس بالعزه نتاع بلاده نتاع دولته. عندنا تاريخ وعندنا حاضر وعندنا ان شاء الله مستقبل باهي ان شاء الله ويطمئن الجميع ان شاء الله خدمه كبيره. نختم معك عميد بس الترجمان يحب يسال السيد العميد تحياتي فما زوز اسئله يهموا. اولا مده يعني الباسبورات البيومتريه في العالم ولات 10 سنين هل الباسبور التونسي باش يولي 5 سنين ولا 10 سنين كيما الباسبورات البيومتريه؟ الحاجه الثانيه انه في عديد دول العالم ثم تقديم يعني طلب جواز السفر يتم عبر ادارات مختصه في مراكز الولايات وليس عبر مراكز باش تخفف على مراكز الامن ومراكز الحرس الضغط هذا نتاع تقديم جوازات السفر والى اخره. هل ستكون هنالك ادارات تبع اداره الحدود والاجانب في مراكز الولايات تستقبل هذه المطالب نتاع تجديد او استصدار جواز السفر بحيث يكون هنالك تخفيف ضغط وعبء عمل كبير على مراكز الامن ومراكز الحرس الوطني؟ باهي يعطيك الصحه دكتورنا. بالنسبه لذلك بالسؤال الثاني، السؤال الثاني اللي هو احنا حتى بالضغط اللي باش يصير ان شاء الله باش وزاره الداخليه تهبط الامكانيات الكل على اساس انه عندنا مراكز عندنا مكاتب العلاقه مع المواطن اللي هو في المناطق وعندنا مكاتب العلاقه مع المواطن اللي في الاقاليم كما احنا في بنعروس عندنا المراكز اللي تقبل في الوثائق الاداريه والوثائق نتاع كل ما يخص المواطن. نفس الشيء اذا فما ضغط مكتب علاقه مع المواطن يرتح شويه المراكز وعندنا زاد الاقليم فيه مكتب علاقه مع المواطن زاد كيف كيف باش نخفوا الضغط على المراكز. بالنسبه للسؤال الاولاني دكتور على اساس انه الجواز السفر ما عرفش مده صلاحيه مده صلاحيه 10 سنين ولا 5 سنين نفس كما جاوبت زينه ولا رفيق على اساس بعد اذنك دكتور هذه باش تدخل احنا في الاجراءات التنظيميه يعني ليكيب اللي تخدم الفريق العمل اللي مخول ليه باش يعمل الامور الفنيه والتنظيميه والترتيبيه ان شاء الله هذه بطبيعه احنا ماذا بينا كما قلت انت دكتور ما نعطلوش الاخيان نتاعنا تولي الجواز سفر ان شاء الله في 10 سنين بطبيعه هذا مش قراري انا فما الفريق العمل لهذا المتكامل اللي يخدم ان شاء الله نعطيكم اكثر ايضاحات دوب ما تبان المعالم الاخيره للجواز السفر البيومتري ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد العميد عميد مماشا الناطق الرسمي للاداره العامه للامن الوطني. ونذكركم العميد في بدايه حوارنا كان اكد وانفى تماما ما يتم الترويج ليه ويوضح على لسان وزاره الداخليه وانه غلق ملهى ليلي بيجامارت هو قرار ترتيبي قديم لا علاقة له بحملة مكافحة المخدرات كما يتم الترويج له حتى اللحظة هذه. نرجع لك بس الترجمان في انتظار التحق بنا الرئيس فريد بن شحا في علاقة اليوم بغلق الملاهي وحملة مكافحة المخدرات واللانتوكس المعلومات المغلوطة بأساس الإشاعات اللي تدخل تو في أي واحد يدخل على الفيسبوك للحظة هذه ما زالت الناس منين تخرج هالإشاعة ولا مصدرها وكيفاش ربطوا بها؟ يعني أولا متفقين نحن في حرب مفتوحة على الإرهاب وعلى الفساد والجريمة والمخدرات وغيرها هذا لن ينقاش فيه ولكن هنالك دائما محاولات هي لصناعة عرفت وهم الخبر أنا اللي نسميه أنه إغلاق ملهى ليلي ولا إغلاق مطعم في أي بلاصة وإلى آخره حتى إن شاء الله يكون مطعم شعبي. نعم. دائما يلزمنا نعملوا كما يقولوا الحكايه نعملوا لها طاوله وكراسي
وهذا هي واحدة من المشاكل الكبيرة، أنه البارح تم اتخاذ قرار بإغلاق ملهى الليلي، حاجة عادية كما كان يقول العميد، قرار ترتيبي قديم تنفذ، قرار ترتيبي قديم، ولات ملاهي ليلية وضبط ملاهي ليلية من المخدرات وإلى آخره. هذه هذا لا يعني راهو كي نقولوا أو ننفيه ونصلحه ونصوبه معلومة، معناه راهو ندافعه على زيد والعب كما قال، ونعرفه حتى نحن نسمعه ونحن أولياء ونعرفه ما يقال، ويقول لك راه في الملاهي الليلية والشيذ يحفظ ولا يقاس عليه، راه فهم بعضها اللي في المخدرات. صحيح، صحيح. متفاهمين. ولكن كما قال لك القرار هذا بالذات ترتيبي بلدي بالبنتي، وصار عناول زاد تم غلق فضايات في القرار مؤقت، والحاجة والحاجة الثانية اليوم اللي قاعدين نشوفوها انه وهذه النجم نشوفوها حقيقة، انا ريتها البارح او وقتاش نهار السبت في اريان قبل ما يسكروا المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية، وجود رجال امن بزي مدني بشكل ذكي برشا، نعم. امام المدارس والى اخره من اجل منع، خاصه نعرف انه ولايه اريان للاسف الشديد كان فيها وتم القاء القبض على عدد كبير من مروجي المخدرات في الحمله المشكوره اللي قامت بها وزاره الداخليه. وبالتالي اليوم فما بعيدا عن الواجب هنالك قناعه وهنالك جهد حقيقي تقوم به وزاره الداخليه من اجل ان تكون لدينا استراتيجيه وطنية لمحاربة ظاهرة المخدرات، وخاصة الكبار المروجين يقوموا باستيرادها وإدخالها بطرق غير شرعية إلى تونس وعمليات الترويج. اليوم تونس في حرب مفتوحة، والحرب هذه بالتأكيد ليس عمادها فقط الرجال الأمن اللي يقوموا بجهد كبير، ولكن عمادها المواطن، عمادها الولي اللي هو العائلة اللي هي مسؤولة اليوم. اليوم وقت تعطي ولدك 20 دينار وما تعرفش شنو عمل بها ولا علاش أخذها وإلى آخره، أنا نحب نسأل، هذه القضايا اللي يجب أن نضعها على طاولة الحوار، أن يكون هنالك حوار مجتمعي حول دور الأسرة، دور العائلة، دور المجتمع في دول متطورة ودول سبقتنا في التراتبية الفكرية، نشوفوا أنه أولياء الأمور رجال الكبار هم اللي يقوموا بمراقبة المدارس الابتدائية بتنظيم حركة المرور أمامها، هم يدخلوا الصغار وإلى آخره. هذه الحاجات، وفي سؤال جاتنا من عدة جهات أيضا، نفس الأولياء نفس العائلات اللي نتمنوا يعطيوا الإكزامبل، نشوفوا مع الأسف عدد قليل صحيح، ولكن لو حتى كان عائلة واحدة راهو شيء مخزي ومؤسف، وقت تلقى الأم والزوجة منخرطين مع مروج المخدرات، ويروجوا معاه ويخبيوا الفلوس كما كان الفيديوهات اللي شفناها في الحملات نتاع الداخليه. يعني هذوما انا نقول كل اللي يشرب ولاده في السم، يعني اكثرش من هكا جريمه، انه ام تجي تروج المخدرات وهي صغارها يقراوا في المكتب، يعني اكثرش من جريمه، حتى بحق 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 تونس كامله، بحق الصغيرات هذوما الكل، خاطر الاولاد الكل كي اولادها. وبالتالي هذوما اليوم يجب ان يكون لدينا وعي مجتمعي بان المخدرات افه تهدد مستقبل اولادنا جميعا. وبلاغ وزارة العدل، معك ناخذ تفاصيل ورفيق قدريتي. تقريبا 24 ساعة التالي كانت وزارة العدل نزلت بلاغ على صفحتها الرسمية في فيسبوك، يفيد بكونه وزيرة العدل السيدة ليلى جفال اذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لعدد من الممارسات وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمد إنتاج، عرض ولا نشر بيانات معلوماتية ولا بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية. الوزارة قالت أن القرار هذا يرجع لما اعتبرته انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك وإنستغرام لعرض محتويات معلوماتية تكون تتعارض مع الأداب العامة، ولا استعمال عبارات ولا ظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة ولا منافية للقيم المجتمعية. هذا كله زينة كان في تفاعل مع كل ما صار في المدة الأخرى على شبكات إنستغرام وخاصة تيك توك، واستنكار زادة برشا ناشطين ومتابعين لكل ما تم بثه، كل ما تم الحديث عليه، يعني بث مباشر لمدة ساعة يتم فيه هتك أعراض والحديث على مسائل شخصية. هنا رجعنا عليه دايوغ المشكل هذا بالأساس مع الناطق الرسمي ومساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم حاكم المناسير والمهدية الرئيس فريد بن شحار. رئيس تحياتي، مرحبا بك في برنامج استوديو الوطنية. أهلا وسهلا زينة، مرحبا بيك وكيف المستمعين وضيوفك. اليوم مش تكلم مش كناطق رسمي،
نتكلم كرجل قانون نعم. وكدكتور في القانون، لأن ما عندهاش حتى علاقة وكواحد من تقريبا من أول رجال قانون اللي تحدثت على هالتيك توك وهالمشاكل اللي فيه وطالب الدقيق وبعد ساعات تم التفاعل معك من طرف وزارة العدل بالبيان هذه. رئيس قبل كل شيء، هل اليوم نجم نقولوا التيك توك راو زيد نضيع وقت الدولة فيه بعبث معناها هذا، وإلا لا راهو لازم نسلط عليها الضوء راو لهنا هذا ناقوس خطر زيد؟ شوف هو راهو العالم الافتراضي هو عالم موازي ترتكب فيه جدا جملة من الجرائم كيما التحايل الإلكتروني كيما التدليس الإلكتروني كيما نشر الأخبار الزائفة كيما الاعتداء على الأخلاق الحامدة. فقلنا بيسكو هو فضاء مش مغلق، هو فضاء مفتوح ويوصل إلى العديد من المتابعين ويوصل للأطفال ويدخل لديار الناس وعبر السمارت فون هذا. فإنه كيما كيما وسائل الإعلام فإنه يلزم تكون دولة عليه سلطة، لأنه فما الحرية متاع الشخص توقف وقت تبدأ بحرية الغير، لأن فما حقوق متاع غير في مشهد معناه فيه مستوى محدد من الأخلاق تم انتهاكه من طرف بعض، نقولوش الناس كل فيه بعض منتجي ولا مستعملي ولا هذا المحتوى، لقاموا مالوريزمون في الفترة الأخيرة في إشارات وإيحاءات أقل ما يمكن نقول عليها هي إيحاءات جنسية كما يقولوش معناها عبارة أقوى من هذا. القانون التونسي شنو يقول في علاقة بالاعتداء مثلا على الأخلاق على موقع تيك توك في حد ذاته؟ شوف لنا رأى فما عديد من النصوص نجم يقع تكييف الفعل المرتكب في إطار التواصل الاجتماعي تيك توك والإنستغرام. فما الفصل 226 الفصل 226 مجلة الجزائية نعم الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية ليعاقب 6 أشهر من كل اعتداء على الأخلاق الحميدة أو يلفت النظر إلى فرصة إلى وجود فسوق. أي هذا هو هذا في حد ذاته الفصل 226 رئيس كانوا فضفاضة شوية، كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة بارتكاب فجور كتابات تسجيلات سمعية بصرية إلكترونية مثلا ينجم غدوة زايد أو عمر يهبط فيديو وهو يتمال ويترقص، أنا النجم نشوفه عاد أنت تنجم تشوفه فيديو هذا فيه فرصة لارتكاب فجور أو فيه لفت نظر مثلا. وشكون اللي بش يكون في أمبورت اللي هو معناه باين الكوميونيكي هابط على معناه هبط على مستوى معين انحطاط الأخلاق في أمبورت لأنه هذاك واضح فيه لا يختلف اثنين في الجمهورية التونسية إلا بعض المواقع توا في التيك توك قاعدة تقوم بأفعال منافية للأخلاق كيف سواء بإيحاءات جنسية أو كلام جنسي من الجنسين معناها ذكورا إناثا معناها وفيها دعوات معناها إلى ممارسة الجنس وعبارات معناها خارجة على النمط. هذيك متفاهمين فيها متفاهمين فيها خلينا من هذاك توا أنا هو محتوى ومعناها وزارة العدل قلت نجم الخاف إن غدوة أنه معناها يقع معناها التوسع التأويل فعلا عبارات الفضفاضة اللي هي تنجم معناها تضيق من الحريات. نقول لك يعني راه شكون الضامن للحقوق والحريات؟ هو القاضي الجزائي. القاضي الجزائي هو اللي باش يأول النصوص، هو اللي باش يطبق، وإذا كان فما فعل يعتبره معناها فيه اختلاف على مستوى جهات الجمهورية في جهة يعتبر أخلاقي وجهات تعتبر لا أخلاق كما صار مثلا في وقت تناول وما زال عليه جدل طريقة التناول مرسوم 54 كما كان الأغنية متاع الفيل بابا عارفة ما شكون هكا اجتهد وقال هذم يتعدوا على 54 رغم أنها الأغنية كانت عادية ما فيها شيء إلا كان ما تدخلش رئيس الجمهورية راهو لليوم ما زالوا زوز وليدات هذيكم يطبق عليهم. هذا علي سألتك باش ما نتيحوش في نفس المشاكل مجددا يا زين. هذاك علاش تم تنقيح الدستور وتم اعطاء سلطه كبيره للقاضي ما ذكرها حتى حد لانه قبل كان القاضي في احراج في اطار دستور 2014 ايوه شو يقول دستور 2014 نجم تيليشارجوه في الفصل 49 يقول يمكن التضييق من الحريات اعتمادا على الاداب العامه. وهذا كانت للاسف معناها كل معناها السيف المسلط حتى على القاضي أنه يجد نفسه محرجا في بعض الوضعيات في بعض الإيقافات تقوم بها معناها الجهات الأمنية ويجيب له شخص على قراءة ولا تأويل من النيابة العمومية أنه هذاك في اعتداء على الأداب العامة صحيح. وكان فما أعلى نص في البلاد يقول راه النجم نضيقه من الحريات اعتمادا على الأداب العامة. يتم تنقيح الدستور وتم وضع دستور جديد في 2022 لم تعد الأداب العامة من بين موجبات التضييق على الحرية وهذا أمر
معناها جيد، لأنه معناها يشجع التأويل على أساس ضمان الحريات. يقول الفصل 55 توا العوض الفصل 49 أنه يمكن التضييق من الحريات، أول حاجة بنص من القانون، ماهوش بمعناه بأمر من السلطة التنفيذية، ويجب يكون قانون أساسي، ويجب يكون التضييق لموجبات هم الدفاع الوطني أو الأمن العام أو حقوق الغير، وبما يكون فيه تضييق حسب ما تكون فيه تضييقات في مجتمعات ديمقراطية مع احترام التناسب بين القيود وموجباتها. أيوة. وتحمل السلطة القضائية الحريات من أي انتهاك. فصل 55 ولا فصل يعطي للقاضي أكثر معناها وسائل لحماية الحريات، وديما حسب وجدان القاضي، معناها كل واحد باش يقول على كيف. القاضي في كل دولة من العالم هو الضامن للحريات، وهو اللي هو باش يمشي له الخصوم حتى كيبدأ الخصم الدولة. أنت راك عندك خصم، عندك قاضي تمشي له، وهو لا باش يحدد. دونك القاضي اليوم ولات يده متحرة، وبطبيعة الحال ما نتصورش أنه في غير ما معناها انتشر من بذاءة ورداءة وانحطاط أخلاقي في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. فيما عدا ذلك راهو لو كان الخوف هذا كان موجود، ماهوش باش يصير غدوة ولا بعد غدوة. راهو معناها البيان نتاع وزارة العدل ماهوش نص تجريمي، راهو هو الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية. من حق وزيرة العدل كما زاد في كل الديمقراطيات، لأن هي رئيسة النيابة العمومية، أن تطلب من النيابة العمومية كلما اكتشفت جريمة أن تطلب منهم أنهم يصيروا الدعوة العمومية. فيما جابتش نصوص تجريمية، هي طلبت من النيابة إثارة الدعوة، لكن في الآخر من سيفصل؟ هو القاضي الجزائي، ليست النيابة، بل القاضي الجزائي اللي بيستعهد هو معناه الدائرة الجناحية كي نحكيه على ولا قاضي الناحية. هو لا باش يفض في النزاع وباش يشوف اسكو ذلك النص فيه اعتداء ولا ذلك المحتوى فيه اعتداء على الحقوق والحريات ام لا. نعم. تحت رقابة محكمة اخرى اللي هي محكمة الاستئناف. لهنا نسألك رئيس، هل بموجب البيان الاخير لوزارة العدل، بيان ردعي بامتياز، هل نجم اليوم الدولة التونسية هل هي قادرة على اصدار بطاقات جلب دولية في حق من ارتكب جرائم سابقة قديمة تتفعل اليوم عليه، او حتى جديد بمنطلق مبدأ الجنسية؟ معني هو المبدأ الإقليمية ساعة نبدأ به، هو أنه المحاكم التونسية مختصة بتتبع الجرائم التي ترتكب على إقليمية فعلا اللي في الداخل متفاهمين فيها. يعني عنده مفعول رجعي وإلا ليه القانون، يعني هل يرجع يشمل يعني جرائم؟ ما عندوش، هو راه ما فماش قانون، راه بيان بيان على جريمة إلكترونية، والجريمة رئيس ما عندهش مكان يحددها. جريمة الإلكترونية صراحة مسألة الرجعية من عدم الرجعية، هل أنه معناه باش نتبعوا جيست الجرائم باش ترتكب من غدوة ولا الجرائم تاع أمس؟ هذاك لو كان جينا نحكيه على قانون الضر البارح من النواب، وقتها نقولوا راهو باش نعاقبوا الأشخاص ألا أبارتير من غدوة ولا بعد خمس أيام من نشر الرايد الرسمي باش نتبعوهم. لكن راح نحكيه على مجلة عمرها أكثر من 100 عام، ومعناه كان باش تبقوا تبقى الفصل 26. دونك تنجم النيابة ترجع حتى 3 سنين التالي، يعني هذه الجناح تأخذ بعض 3 سنوات باش تتبع أي فعل فاضح في التيك توك. أيوة. واحد سنين توا هذه جريمة راهي إلكترونية ولا تعتبر سيبرنية، رامي سيبر كرايم ما يعترفوش بالحدود الترابية كما واحد سرق حاجة، لأن هذه أي محكمة تعتبر مختصة اعتمادا على اتفاقية بودابست، لأنك أنت في تونس يا زينة يوصلك المحتوى، وأني في سوسة يوصلني المحتوى. دونك أي محكمة تنجم تكون مختصة اعتمادا على الاتفاقيات في هذا المجال. نجيو توا لمن يعرض المحتوى من خارج تونس، يكون عنده الجنسية التونسية، فنعتمادنا على مجلة الإجراءات الجزائية، فإنه المحاكم التونسية قادرة على تتبع كل تونسي ارتكب جريمة أو ارتكبت ضده جريمة إذا كان قاطنا خارج التراب التونسي، وعندنا مع تلك الدولة اتفاقية تاع تعاون قضائي، وهذا ما يعرف بتسليم المجرمين. نعم. نجم يصير تتبع هؤلاء وإصدار بطاقات جلب لتسليمهم، إما لتتبعهم أو لتنفيذ الأحكام عليهم إذا كان صدر غدوة ضدهم أحكام سلب الحرية. مش فقط على التيك توك سمحني رفيق، مش فقط على التيك توك، هذا على الجريمة الإلكترونية في المطلق، يوتيوب فيسبوك بنامبورت أو غيره. هذا نحكي على الجريمة بمعناه بشقيها المادي والإلكتروني. تسليم المجرمين يشمل الاثنين، وحتى كي نرجع للمرسوم 54 معناه فيه إشارة إلى تسليم المجرمين، معناه وفي تنصيص أنه كل الدول تتعاون في مكافحة الجرائم اللي فيها معناه مساس بالأنظمة المعلوماتية وفيها محتوى ينجم يكون فيه اعتداء على القصر، خاطر ما حكيناش احنا أن العقوبات نجم توصل إلى 6 سنوات سجن. أيوة. إذا كان المحتوى هذا
معناها يبرز طفل يقوم بإيحاءات جنسية، هذه نطبقوا المرسومة اللي فيه 6 سنوات سجن. إذا كان الفتيات هذا تم استغلالها من طرف أشخاص أخرين لمعناها الحصول على ثروة وفلوس كبيرة تدخل، هذا زاد ينجم يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وعنا قانون الاتجار بالبشر. دونك التكييف رأي مهمة النيابة العمومية، وهي عملية ذهنية يقوم بها القاضي حسب كل وضعية ثانية. لأنه الحديث كان مربوط فقط رئيس على التيك توك، ولكن نحن راو نحكيه على الجريمة الإلكترونية، حتى بيان وزارة العدل واضح راو على الجريمة الإلكترونية مش جماعة كبسك. هاو هو حكيت على زوز مواقع وزارة العدل، على التيك توك والإنستغرام، فوالا واللي هما فعلا فيهم برشا مشاكل ولكن ديما باش نقولك فما عبيد مع الاسف تنجم تتضر بطريقه عاديه، ناس مستنسه تنشر فدليك في اي محتوى يعرض على الانستغرام والتيك توك. قالت اي محتوى يمس بالاخلاق الحميده، بالاخلاق الحميده، وينجم يمس بمعناها بالاداب العامه، وينجم يتصدر للشباب القاعد يوصل لهم هذا المحتوى. مثال شوف احنا كي ما هو ديما نقراو الاراده معناها الانتونسيون متاع وضع النص. نحن كنا متفقين انه في الفتره الاخيره فما بذاءة لا تغتفر قاعده تصير في التيك توك. صحيح مع الاسف، صحيح كل ما نختلفوش فيه احنا الاثنين. دونك احنا توا نحكيوا على 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 كومينيكي ما ظهرش قبل، وكان جات معناها وزاره العدل تريد ان تصادر الحريات. شوف قداش عنده التيك توك والفيسبوك ولا ظهر، راهي هبطت الكومينيكي هذايا منذ معناها سنوات. صدوره في الفتره هذه كما كانت تحكيوا بكري نظرا لفضائح اللي انتشرت والدعوه الى معناها الى الاباحيه والدعوه الى العلاقات الجنسيه معناها علنا ولد. هذا هو معناها المخاوف الحقيقه ما عندهاش حتى ما يبرر. ونزيد نتفاعل معك اكثر، ممكن توا قاعدين يسمعوا فينا اعظام مس نواب الشعب، دونك فرصه هي توا انه يقع تنقيح هذه المجله الهرمه اللي عمرها اكثر من 100 عام لتطبيع بعض المصطلحات وعقاب هذه الجرائم بالذات. الناس كل احنا مانيش مختلفين عليها، يولي المشرع يجي يقول اي تصرف فيه دعوه الى الفجور عبر التيك توك من خلال الافعال التاليه 1 2 3 4 وعاقب بالسجن بالعقوبات التاليه. يظهر لي نص ويحد من بعد بالضبط باش من بعد ما نقعدوش يفكر ينجم هذا ينجم اجتهادات ينقص من اي معناه خوف او مخاوف على معناه الحريات. لكن نعتبر أنا عنا فصل مازلناش نساوي في الدستور اللي هو الفصل الخامس اللي يعتبر صحيح أنه هو ألغى الأداب العامة كموجب من موجبات التضييق على الحريات، لكن لنا يا زينة ترجع إلى الفصل 55 الدستور يقول لك راهو يمكن تضييق من الحريات إذا كان هذه الحريات فيها اعتداء على حقوق الغير، ولنا التوانسة كل انتفضوا من هذه البذاءة والرداءة الأخلاقية. وكيف كيف يقول في الفصل الخامسة أنه جميع الحريات تؤول بالرجوع إلى مقاصد الإسلام، هذا نص أعلى نص في النصوص القانونية، واضح أنه يشير إلى الثقافة العربية الإسلامية للدولة التونسية، واللي على أساسها حتى الحريات راه تؤول بالرجوع إلى مقاصد الإسلام. وفي نفس الوقت نقول لك الدستور يكفل أيضا حرية الضمير وحرية المعتقد، وتونس دولة مدنية. معناها غدوة ينجم عبد يخرج ولا واحدة خرجت على تيك توك تغني لابسة فستان أنا نشوفه عادي، نجم غدوة شكون غير يشوفه يمس بالأخلاق الحميدة تلقى روحها متوقفة مثلا على هذا. قلت لك التطبيق راه هو سلاح ذو حدين في حد ذاته القانون. هذاك علاش قلت لك يا زين راهو عنا نصوص ما تنساوها، يلزم فما تأويل يعتمد على كل النصوص. أول حاجة انك الاداب العامه ما عادش موجب للتقييد على الحريات، لانه الاداب العامه يختلف فيه مفهوم ومفهوم مطاط، لكن حقوق الغير راهو مدى يمكن على اساسها التقييد من الحريات، لانه حريتك توفى وقت لا تبدا حريتي. صحيح. وانت ماهوش هو هذا جروب معناها مغلق تم فيه نشر هذه البذاءه وهذا الفجور، لكن هذا جروب وهذه مشاهد توصل للمجتمع التونسي الكل. دونك هذا ماهوش موقع مغلق بس تقول يعني ما اعتدتش على الحريه، اعتدت على الحريات الاخرين. وزيد نقول لك راهو ما دام الحريات تؤول اعتمادنا على مقاصد الاسلام، فانه في انتظار محكمه دستوريه نجم معناها تبين ما المقصود ان الحريات معناها تقيد معناها على اساس المقاصد، انه القاضي الجزائي هو الوحيد الان الا على اساس يعتبر ويؤول ويجتهد في انتظار نصوص تشريعيه تكون اكثر ممكن وضوح في تحديد معناها المقصود بالأخلاق العامة والأداب العامة. لكن اليوم يا زينة فصل 29 راهو فصل معناها نافذ ولم يقع لا نسخه ولا تنقيحه، ويرتب عقوبات سلب الحرية على كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحديثة،
وبالتالي القاضي الجزائي ما ينجمش غدوه يمتنع عن تطبيق هذه النصوص. هذا هو دونك لازم الاجتهاد من القاضي وجدان القاضي. خليك تسال رفيق تفضل. فقط عندي زوز اسئله باش نسالهم للسيد الرئيس. اولا في علاقه بمحاكم المنسير والمهديه لحد الان هل جاتكم مسبح حتى الوقت هذا شكايات ولا هل ربما تم فتح الابحاث في علاقه بناس نشرت ممكن محتوى يعني مش هو على وسائل التواصل الاجتماعي وعمليا كيف يمكن تحريك الدعوه سيد الرئيس يعني من طرف النيابه العموميه نفسها ونلبسوا الكاسكيت بتاع الناطق الرسمي. ايوه فوالا بتاع القاضي والدكتور فقره دونك الناطق الرسمي الحقيقه لحد الان لم يبلغ الى علمي انه في الناديه والمستير على تقدم شكايات لكن على فرض تم تقديم شكايات كيفاش يصير التعامل وانه النيابه العموميه باش تتلقى هذه الشكايات وباش تعاين اذا كان الطرف على قدم شكايه قدم معاينه بواسطة عقد منفذ طونيو سينو هي اللي باش تعاين المحتوى او تاذن للمأمور الضابط العدليه من شرطه وحرس او ما يعرف بشرطه الانترنت اللي هي الوكاله الفنيه للاتصالات باش معناها تقوم بالابحاث وعلى ضوء تلك الابحاث كما قلنا ترجع لها سلطة الإحالة وإثارة الدعوة العمومية من عدمه على أنظار القاضي الجزائي اللي هو باش يقعد غدوة معناها على درجات تاع تقاضي وقتاش نقول وراه هذا الفعل جرم وعوقب وقت وين الحكم بات معناها استوفى كامل طرق الطعن دونك لما يزينا فما قاضي ناحي ومن بعد باش يستنفوه قدام الدائرة الجناحية ثلاثة قضاة ومن بعد قدام معناها محكمة التعقيب وتنجم ترجع لمحكمة السينات معناها فما أكثر من 10 قضاة نتصور اكثر من 10 قضاه ينجموا غدوه بويسكو هما الوحيدين في الدستور القضاه الضامنين لحقوق الحريات نتصور غدوه ينجموا يعرفوا ما هو المفهوم نتاع معناه الاعتداء من عدمه بل ان ذلك الفعل هو فعل مجرم من عدمه وهو كذلك. شكرا جزيلا رئيس فريد بن شحافة. يتكم الحوار كاملا مع سيد رئيس تلقوا على صفحتنا استوديو الوطنية وصفحة الإذاعة الوطنية. رئيس فريد بن شحافة واضح في كلامه. نخليك تعلق باسل قبل ما نشول عنك على الإدارة. يقولك اليوم لابد من تنقيح القانون الجزائي اللي أصبح بالي وقديم فات 100 عام وأيضا القاضي في الأثنين لازم يجتهد إلى حين البرلمان ولا يصدر قانون ينظم هالاعتداء على الأخلاق الحميدة تبقى لمقاصد الإسلام. في مقاصد الإسلام هنا كل واحد باسل ترجمين سيو أول كما يشاء كما يشاء كما يشاء. أنا نعتبر أنه نحن فما الحد يعني الخط المجتمعي العام اللي هو يرى مثلا وقت نشوفه نحن واحدة يحكيه في ممارسات جنسية فاضحة علنا يعني بكلمات وبمصطلحات وبتعابير وإلى آخره بكل ما يعني للبذاءة من كلمة تصور الموضوع واضح هوني فما حاجات واضحة ما فيهاش نقاش. نعم. أما أنه باش يجي واحد يغني واحد مثلا تحكي حاجة ولا إنسان تحب غدوة يا باسل عنا السيدة إكس ما نستلطفهاش غدوة باش نمشي نقول لي هذه عاملة ستوري ولا فيديو باش نمشي نرفع قضية أنا كمواطن حسيتها مست الأخلاق الحميد ألوغكو هي عند من اللوجيك ما مستش كيفاش باش يتم التطبيق وصارت هذا عشنا مع المرسوم 54 حبوش نعودوه المرة بالتأكيد. أنا نعتقد أنه كما قال السيد الرئيس فريد بن شحا أنه أول حاجة مهمة تو هو تعديل القانون اللي عنده أكثر من 100 سنة ونتصور أنه مجلس النواب تو في دورته الثالثة تو دخلنا في الدورة الثالثة له من واجبه اليوم خاصة وهذا الكلام قلنا لأعضاء مجلس النواب عندكم ترسانة من القوانين والتشريعات التي أكل عليها الدهر وشرب لابد من تغييرها وتطويرها من أجل أن يكون هنالك قوانين تتماشى وروح العصر. وسأل رفيق على السؤال نأكدك واش تفوت 30-33 تقعد تسمع العرض تنتبه الشكاوي اللي باش تفوت تنطلق يزيكم تتسويت عينك على الإدارة مع فيصل شاب. عينك على الإدارة فيصل وين وصل حكاية سور حي التحرير العظيم؟ صدقني يا فيصل ما معتش عنا حتى شايف عينك على الإدارة كان حكايتها سور اليوم سكرنا الموضوع يا سي فيصل. مرحبا مرحبا بك زينة مرحبا بك باسل ومرحبا برفيق وكل مستمعي إذاعة الوطنية مرحبا بكم. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. اليوم الأكيد ربما
خليني نقول باش نختموا الملف هذا والموضوع هذا اللي يتعلق بالسور ووضعية السور. اليوم احنا كنا موجودين وموجودين لحد هذه اللحظة تقريبا في بلدية تونس، مشكورين الحقيقة على التفاعل معنا واللي قدمونا عدد المعلومات والوثائق اللي تتعلق بالوضعية والسور هذايا. الحقيقة الوثائق ما نجمش نتحصلوا عليها، معناتها فقط قرينا خذينا بعض المعطيات منها. إن شاء الله في فرصة أخرى نجم نقدم مطلب حق النفاذ إلى المعلومة، قالوا لنا باش نجموا تتحصلوا على الوثائق الرسمية هذه باش أن تكون موجودة على الصفحة نتاع الإذاعة. أكيد إن شاء الله الوقت يكفينا باش نعطيه شوي شنو الموضوع هذا معناته ونختمه به. الحقيقة هي في البداية كانت ثم بلدية تونس قامت بإرسال قرار تنفيذ الهدم للسلطات المعنية بتاريخ 10/7/2023 بعد معاينة أولى قامت بها. لكن ولهنا نحكي وزاد على القرار اللي يتعلق بحول الاستحواذ على شيء من الملك العام باعتباره أن الاستحواذ على الملك العام لا يسقط بالتقادم. السيد المعتمد الأول بالجهة كان أرجع التنفيذ وإعادة وصلنا التراثي اللي هبط نشرت القرار وقال وصلنا وأنه العمارات كلهم كيف بعضهم، علاش العمارة هذه بالذات كلهم نفس السور وكلهم مبنيين بقرار من والي تونس آنذاك 30 سنة التالي. هذا إذا فما شكوى راهو يصير قرار التنفيذ على كل معناتها مشتكي، على كل مشتكي معناتها قام بالشكوى هذه راهو قرار التنفيذ يصير، لانه هذاك حسب معناتها المعلومات اللي تحصلنا عليها اليوم بالوثائق الرسميه من مصادر بلديه تونس تقول قاموا بالمعاينه الاولى كما قلنا بتاريخ 10/7/2023 المعتمد الاول المعتمد الاول حاول معناتها التريث في مراسله اخرى زاد قاموا بعمليه معاينه ثانيه عفوا بتاريخ 21/11/2023 وبالتالي معناتها تحصلوا على مكتوب من السيد والي تونس بتاريخ 17/9 حول طلب التنسيق مع الشرطة البلدية لإجراء التنفيذ. اليوم من وصلت وين وصلت الحكاية؟ نذكر العمارات كلهم كيف كيف فرد نيفو، في المقابل فما شكاية واحدة من مواطنة يقابلها 12 اعتراض من الجيران اللي يسكنوا كل وغير. هذا لا يعني شيء الاعتراض بالنسبة للمواطنين يا زينة، باعتبار أن هذا بناء في ملك عمومي هذا اللي تحصلنا عليه وباش يصير عملية هدم هذا الصورة. أيوة والناس كيفاش باش تكون الوضعية متاحة من بعد، العائلات التجارة باش خليهم كيكة في الهواء، لانه هذا البناء كما قلنا ما يسقطش بالتقادم. يا فايسل فهمتك انا فهمتك من عشوة حبينا يتعدى معنا سيد الكاتب العام ما نجمش ما فسر لنا ملا باش يطيح السور نتاع 30 عماره بجنب بعضهم هنا. اذا تصير شكوى معناتها من احد المتساكنين في الشقق العمارات الاخرين اللي قريبه ليه راهو يصير هدم هذا السور، لانه ما هو السور معناتها قانوني. صدقني يا فايسل والله لا فهمتك بقى، مش انت ما فهمتش المبرر هذا. فما حاجه اسمها امن عباد، امن مواطنين، مش خاطر زينا شكات برفيق نعريو له دار. لا هذا خذيناه من الجانب حتى الاجتماعي شوي حكينا فيه احنا في زوز مناسبات. مش شوي هو الجانب الاجتماعي يفرض روحه بالاساس في 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 توجه دوله كامل. هذا تمشي تحمي العباد، خلي ناس خاصه انت قلت لنا اول مره العائله الاولانيه للدار الاولانيه ثلاثه نساء ام وزوج صغارها يعيشوا واحد وزوج بناتها، وقت اللي غدوه تم عليها جريمه او يتم الله لا يقدر حد سرق لهم دارهم او ما اخطر من سرقه دار، شنو شكون باش يتحملها المسؤوليه وقتها؟ والملك العام فيش حميته وقتها. شكرا فيصل، فيصل شعبو كانت هذه عينك على الإدارة. بس الترجمين غدوة علق على الموضوع لأنه باش نرجعوا بعد الأخبار مع ضيفنا في الانترفيو. نعطي كلمة للأخبار رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشين ضيف الانترفيو. مرحبا.